الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Oh.
سمع الله لمن حمده. ولاية بورموث في بريطانيا جلس معي عدة مرات
وهو متخصص في الطب النفسي والأمور العصبية والانهيارات النفسية، كل يوم يدخل إليه بين 20 إلى 25 مريض نفساني، وإذا به يشكو لحالته. هناك خلاف بينه وبين زوجتي، وهو عارف حياة جحيم، والطبيب نفسه لم يستطع أن يداوي نفسه. لماذا؟ لأنه يبتعد حقيقة عن القرآن، ليس بالشكل وإنما بالحقيقة. لذلك ربنا قال يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الآية الثانية ماذا؟ إيه نزلت عليهم السكينة وإيش كمان؟ غشيتهم الرحمة. فإذا وسعت رحمة الله كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، أليس كذلك؟ فكيف لا تسع أولاد القرآن الذين يتلون كتاب الله ويتدارسونه؟ هؤلاء أولى وأجدى بأن تسعهم رحمة الله، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إن رحمة الله قريب بنا من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمة ربك خير، يعني أخير مما يجمعون. إيه السكينة وغشيتهم الرحمة وإيش حفتهم الملائكة، مكسب عظيم أن تحفنا الملائكة من كل جانب، كما قال الإمام النووي حتى إن بعضهم ليرى الملائكة مشكلة بقدرة الله سبحانه وتعالى أمامه إكراما كما كان معجزة للأنبياء عليه السلام. الجائزة الأخيرة ماذا؟ وذكره الله في من عنده. الآن لو ملك أو أمير أو وزير أو إنسان وجيه في الحي في الفريق يذكر الشيخ والله جاء من بنغلاديش فلان جاء ما شاء الله قراءة رائعة أنت مدرس، يفرح هذا الشيخ الله يفرح أنه يذكره أمام الحاشية وأمام الناس. فكيف الله يذكرنا أمام ملائكته وأمام الأنبياء وأمام المرسلين؟ وذكره الله في من عنده كما قال ابن عباس الذي يذكرهم الله اكثر من ذكرنا الله عز وجل، كان نذكر الله هو يذكرنا اكثر من ان نذكره سبحانه وتعالى. فعلينا ايها الاخوه بمتابعه تلاوه القران وتدارسه في الهند وباكستان يا اخوان، في كل شهر رمضان في كذا مسجد كبير يختمون القران كاملا تفسيرا، ليس فقط قراءه، تفسيرا بعد الظهر وبعد العصر وبعد العشاء، كل يوم نصف جزء، ثلاثة أربعة جزء، ربع جزء، يختمون القرآن تفسيرا إن شاء الله. هذه آخر موعظة القرآن، ونتابع إن شاء الله معكم في مواعظ أخرى، وجزاكم الله خيرا.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تعلمون.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اللهم سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
المرسلين
سليم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.